ناخد الفلوس الجديد بقى كده تبولش تشينج كده كونفجر كده خلاص تبولش تشينج التغيرات اللي ممكن تحصل في التبولش بتاعك عندك ثلاث انواع من انواع التبولش تشينج تمام عندك حاجه اسمها دايركت تبولش تشينج دايركت تبولش تشينج وعندك حاجه اسمها اندايركت تبولش تشينج وعندك حاجه اسمها انسيجنيفيكانت تبولش تشينج طيب تعال شوف الكلام ده ايه تمام كده اول حاجه دي الرسمه بتاعتنا اهي لو ده مالتي لاير سويتش بتاعي ده السويتش الرئيسي وده الاكسس سويتش اللي موجوده الناس بتوع الانجليزي يرد عليك بقى. هو ما انا بسال هو المصري. انسجنفكت. يعني ايه يا باشمهندس احمد؟ اسمه احمد يرد. يلا احمد ابو عالي قول. مش مهندس يرد. ديستريبيوشن سيتش. ده كورس انجليزي سيجنفكت. حاجه غير ملحوظه. حاجه غير مهمه او غير ملحوظه. حاجه مهمه او ملحوظه. سيجنفكت انسجنفكت اللي هو النفي بتاع اللي هي حاجه مش ملهاش تاثير. يعني مش مؤثره او مش ملحوظه بالنسبه لي. ايه اهم حاجه المعنى. دايما لما تسال واحد عن معنى حاجه يقول لك هي دي مش عارف بعض بس هو اتحسن بس ايوه بالظبط كده تعال نفرق ما بين الثلاث انواع عندك حاجه اسمها دايركت بولج تشينج في تغيير مباشر تغيير غير مباشر تغيير غير ملحوظ او تغيير ملوش تاثير على النتورك بتاعك تعال نمشي واحده واحده دايركت بولج تشينج لو الشبكه كلها شغاله شباب ده انت في 0 على 1 في 0 على 1 في 0 على 2 في 0 على 2 في 0 على 3 في 0 على 3 لو الشبكه بتاعته بالمنظر ده وده البورت اللي معمول له بلوك ده البورت اللي معمول له بلوك طيب تعال نشوف ايه اللي هيحصل تمام كده لو حصل انا هشرح دلوقتي في الدايركت بولج تشينج لو الكابل ده اتفصل ده كان الروب بريدج اللي موجود معايا وده كان ار بي دي بي قصدي دي بي دي بي وده الدي بي وده الار بي وده الار بي تمام وده الدي بي وده كان البورت اللي مقفول هي الرسمه العاديه اللي هي اول رسمه اتشرحت خالص تمام لو حصل لينك فيلر هنا لو الكابل اللي ما بين السويتش ده والسويتش ده اتقطع سويتش واحد وسويتش اثنين الديستريبيوشن والاكسس كابل اتقطع مين اللي هيحس بالقطع ده؟ سويتش واحد واثنين وسويتش واكسس سويتش واحد ولا مين اللي هيحس بيه؟ لو ده صح كده السويتش ده والسويتش ده دول اول اثنين هيحسوا بيه لان ده حاجه ايه؟ مباشره بتاعتهم عشان كده بيسموها ايه؟ دايركت يعني حصل تغيير بس مباشر انا حسيت بيه حسيت بالفيلر اللي حصل ده طيب اول ما بيحصل تغيير المفروض الراجل ده يكون عنده معلومات اي سويتش يحصل عنده تغيير في شكل التوبولوجي بتاعته لازم يروح يبلغ مين؟ ها الروب بريدج بتاعه تمام لان الروب بريدج هو ده الرئيسي هو اللي مسيطر على السويتشات كلها تمام كده فالمفروض السويتش ده يروح يبعت حاجه اسمها توبولوجي تشينج نوتيفيكيشن تي سي ان يعني كده يبقى حاجه اسمها توبولوجي تشينج انتفيكيشن اللي هو ايه؟ اللي هم يا جماعه بيبعت للروب بريدج يقول له خد بالك حصل عندي تغيير بس هو ما يجي يبعت له ما يجي يبعت من هنا مش هيعرف اصل ده ايه؟ مقفول وما يجي يبعت برده من هنا برده مش هيعرف ليه؟ لان ده ايه؟ قطع بس هو الطبيعي اللي يحصل عنده تغيير لازم يبعت يبلغ مين؟ روب بريدج للتي سي ان خد بالك في تغيير حصل ايه التغيير ده مش مشكله المهم في تغيير حصل مش في حاله مثلا ليه كده ده هيشتغل؟ الايه؟ ما هو ده هيشتغل ليه بقى؟ يعني ما احنا كنا خدناه قال له اه ده اما يتقطع ده ايه؟ اشتغل. طب ليه هيشتغل على طول؟ هو ده مين اللي عرف ده اللي فيه كابل اتقطع اصلا؟ تمام كده فاللي بيعرفه هي مين؟ التي سي ان دي اللي هي توبولج تشينج نوتيفيكيشن اول ما القطع ده يحصل هنا يبقى هنا في الدايركت بولج تشينج المفروض السويتش ده حاسس بالتغيير يبعت يبلغ الروب بريدج بس مش هيقدر يبلغه لان عنده بورت مقفول والبورت الثاني تمام كده هو اللي كان واصل بالروب بريدج هو ده اللي ايه؟ اللي اتقطع بس لحسن الحظ مين اللي حاسس بيه برضه؟ السويتش ده والسويتش ده هو ده مين؟ ما هو انا ببعت دي عشان ابلغ بيها مين؟ ما هو حاسس بيه صح؟ لانها كانت ايه؟ عنده مباشره بيه تمام يعني فاول ما يبعت اول ما يجي الراجل ده تيجي عنده رساله التي سي ان توبولج تشينج نوتيفيكيشن ده يروح باعت حاجه اسمها بي بي ديو كونفجر بي بي ديو
تمام كده للسويتش ده. السويتش فايده الرساله دي يا شباب، بيقول للراجل ده فضل ماك، فضل ماك تيبل بتاعك، الماك ادرس تيبل بتاعك، الماك ادرس تيبل، عن طريق اللي هو بيخلي الفورورد تايم بتاعه او بيخلي الايدجنج تايم، الايدجنج تايم بيخليه 15 ثانيه. يعني هو المفروض الايدجنج تايم الطبيعي يبقى كام ثانيه؟ 300، 5 دقايق صح. انت بتخزن الماك ادرس تيبل بتاعك بتفضل عندك 5 دقايق، لا اول ما بيحصل تغيير، تمام طبعا ما حصل تغيير يبقى الماك ادرس تيبل كمان هيتغير، لان مثلا الراجل ده مثلا كان في جهاز هنا، تمام جهاز بي سي 1، طب الجهاز ده دلوقتي كان معروف للسويتش ده من الانترفيس ده الفي 0 على 5، وكان معروف للسويتش ده منين؟ من الفي 0 على 1، وكان معروف للسويتش ده منين؟ الفي 0 على 3. دلوقتي لما الكابل ده اتقطع خلاص ده مش هيعرف البي سي من هنا صح، لان الكابل ده اتقطع هيجي له منين؟ بالطريقه ده. وده برده مش هيعرف البي سي ده من هنا، ده هيجي له منين؟ الفي 0 على 3. فلازم الناس كلها تفضل ماك ادرس تيبل بتاعها. يعني طب هيفضلوها ازاي؟ اول ما حد بيحصل عنده تغيير ويبلغ الروب برنج، الروب برنج بقى حاجه اسمها كونفجريشن بي بي ديو لكل السويتشات. يا جماعه هنبتدي من الاول كله يفضل ماك ادرس تيبل بتاعه، تمام كده بقى. فبيخلي الايدجنج تايم بدل ما هو 300 ثانيه بيخليه كام؟ 15 اللي هو الفورورد تايم بتاعه او الليسننج تايم بتاعه. طب ده هيخليها 15، وده برده هيغير الايدجنج تايم بتاعه هيخليه برده 15، الكونفجريشن بي بي ديو بتيجي لده وده يبعتها هنا. طب ده بقى 15 ثانيه وده بقى 15 ثانيه، تمام. طب بعد كده تيجي تشغله بقى الاس تي بي تاني من الاول، يعني مش الراجل ده كان بلوكينج صح، يبتدي يتحول لمين؟ ايه اللي بعد البلوكينج؟ ليسننج. وبعد الليسننج يتحول لمين؟ ليرنينج. وبعد الليرنينج يتحول لمين؟ ليسننج ليرنينج. وبعد كده مين؟ فورواردنج، تمام كده. فكده قعدنا كام ثانيه؟ ادي 15 و15 كده كام؟ 30. ده غير ال 15 اللي احنا ايه؟ الاورجين. طيب ده كده بقى كام ثانيه؟ 45 ثانيه. قال لك حوالي عما تبعت بقى التي سي ان وكلام من ده، العمليه دي كلها تاخد حوالي منك 50 سكند. عما اللينك دي ايه؟ وضحت ده الكلام ده كله في حاله مين؟ دايركت فولجي تشينج. في الدايركت فولجي تشينج لو حصل تغيير مباشر المفروض بتبلغ بيها الروب بريدج عن طريق رساله اسمها تي سي ان، تفولجي تشينج نوتيفيكيشن. التي سي ان دي اول ما توصل للروب بريدج يبعت كونفجريشن بي بي ديو لكل السويتشات. يا جماعه كله يفضل باك ادرس تيبل بتاعه، كله يخلي الايدجنج تايم بتاعه 15 ثانيه. وبعد كده يبتدي الاس تي بي يشتغل تاني من ايه؟ من اول وجديد بقى، تمام كده. يبتدي بقى البلوكينج الليسننج الليرننج يتعمل عمليه من اول. فطبعا العمليه بتاخد ايه؟ وقت معاك، تمام كده. طيب ادي الشبكه بتاعت الدايركت فولجي تشينج. قولوا لي بقى كده الخطوات اللي هنا، او تعالى نقراها مع بعض. هنا بيقول لك دايركت فولجي تشينج از وان ذات كان بي ديتكتد اون ذا سويتش انترفيس، يعني الحاجه اللي السويتش يقدر يحددها لانها حصلت في الانترفيس بتاعه. اول حاجه اللينك ده حصل فيه تغيير، الراجل سويتش سي عايز يبعت تي سي ان عشان يبلغ بها الروت، بس هل هيقدر من هنا؟ لا، لان اللينك اتقطع. والراجل ده تمام كده سويتش ايه عايز يبعت تي سي ان للروت بريدج، بس هو الايه؟ هو الروت اصلا، تمام كده. طب خلاص هو كده عارف اللي حصل تغيير، يروح بعت رساله هنا، بعت هنا سند كونفجريشن بي بي ديو تي سي ان، تمام كده. بعت تبولجي تشينج نوتيفيكيشن والكونفجريشن بي بي ديو، راحت لده الراجل ده راح عامل ايه؟ سويتش بي وسويتش سي استقبلوا التي سي ان ديت، عملوا شورتن للبريدج تيبل ايدجنج تايم من 300 ثانيه لكام ثانيه؟ ها 15، تمام كده. وبرده الرساله دي جت للراجل ده، الراجل ده بقى هنا بقى يبتدي يبعت تاني بي بي ديو بتاعته تاني، اول ما يستقبل بي بي ديو من الانترفيس ده يبتدي بقى يرجع تاني يشتغل، يبقى هو الايه؟ الروت بورد، تمام كده. فهنا الدنيا بتاعته فضلت واقفه لغايه ما الراجل ده بعت الكونفجريشن بي بي ديو بتاعته، ولغايه ما ده كمان بعت او عمل عمليه الاس تي بي من الاول وجديد. طيب ده الدايركت والجي تشينج. في حاجه تانيه بقى بيسموها ايه؟ اندايركت، تمام كده. اندايركت والجي تشينج. اندايركت يعني ايه؟ مش مباشر. التغيير ده ما كانش مباشر بيا، يعني تبع منها ازاي ديت؟ قال لك لو التغيير ده غير مباشر هنشوف اللي هيتم. نفس الرسمه بالظبط كده، بس تعالى دلوقتي هنفترض اللي الكابل ده هو اللي اتقطع، تمام كده. الكابل اتقطع مين؟ هنا، تمام كده. يعني مين اللي هيحس بيه؟ المفروض الاثنين دول، تمام كده. او تعالى بلاش عشان تبقى واضحه، تعالى نحطه في النص هنا اهو، هب مثلا
او اذر ديفايس. ممكن يكون مثلا ايه السي فارمول مثلا فاير. في جهاز هنا مش موجود. بصوا بقى كده يا شباب، هنا دلوقتي لو الكابل متقطع الكابل ده لفه نص تمام كده، هل ده حس ان في حاجه حصلت؟ لا، لان الكابل ايه؟ بتاع شغال. تمام، هل ده حس ان في حاجه حصلت؟ برضه لا، لان الكابل برضه ايه؟ شغال. تمام كده، بس هل ده لما يجي يبعت بيبي ديو من هنا هل قادر يستقبل بيبي ديو؟ لا، لان خلاص اللينك فعلا من جوه فصل. تمام كده، فهنا في حاجه موقفه لك الترافيك اللي هو يوصل للسويتش الثاني. طب ساعتها الحاله دي بيسموها ان دايركت فولج تشينج، يعني تغيير بس غير غير ايه؟ غير مباشر، يعني محدش حس بيه على طول. تمام كده، في حاله زي كده ايه اللي بيحصل؟ قال لك ساعتها المفروض ده الرول بريدج كان بيبعت بيبي ديو من هنا وبيبعت برضه ايه؟ بيبي ديو من الناحيه الثانيه. تمام كده، البيبي ديو اللي هنا بتوصل عادي، لكن هنا هل قادر توصل؟ مش قادر يوصل البيبي ديو بتاعه. فالراجل ده عنده حاجه اسمها الماكسيمم ايج اللي هي كام ثانيه؟ 20. مش احنا قلنا هو بيقعد يستناه مع البيبي ديو لمده 20 ثانيه؟ تمام كده، اللي هو الايدجنج تايم اوت بتاعه او الهوت داون تايم بتاعه. طب هيستنى 20 ثانيه محدش بيبعت. تمام كده، مفيش حد بيبعت بيانات، يروح عامل ايه؟ تلاقي بقى الراجل ده هو يشغل البورت بتاعه من البلوكينج يحوله مين؟ ليرن. وبعد كده ليرن يبقى ايه؟ ليرن. وبعد ليرن يبقى ايه؟ فورورد. تمام كده، بس كده هنقعد كام ثانيه كده؟ ادي 20 كنا قاعدينهم عمال بكس على الايدج تايم خلص، وقعدت 15 و15 بعدت برضه كام ثانيه؟ 50 ثانيه. تمام، دي في حاله مين؟ اندايركت فولج تشينج. يبقى عندك تغييرين، دايركت فولج تشينج واندايركت فولج تشينج. طيب ليه؟ الوقت نفسه هو هو. تمام كده، لكن الفكره بتاعته هي اللي بتختلف. فبص هنا، هنا بيقول لك الداتا هنا معمول لها فلتر. تمام كده، يعني في حاجه هنا اللي منعت الداتا بتاعتك اللي هي توصل. طيب ساعتها ايه اللي حصل؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، نوتس ان ارسن مفيش حاجه، مفيش اس ان اتبعتت. ليه؟ لان محدش حس بالتغيير ده. تمام، طب رقم ثلاثه فين؟ ثلاثه هنا اهوت، روب بيبي ديو اس فلاش افتر ذا ماكسيمم ايدج ايه؟ طيب البيبي ديو بتاعتك اتعمل لها فلاش، فلاش اللي هو ايه؟ تشيل فلاش. تمام كده، تشيل. تمام كده، بتتشيل بس بعد ما الايدج اوت بتاعك يخلص، والايدج اوت مدته كام ثانيه؟ 20 ثانيه. طيب بعد كده يسمع بقى البيبي ديو جديده من هنا، يروح مخلي البورت ده بتاعه هو رود بورت. فده حاله مين؟ اندايركت فولج تشينج. تمام، طبعا الحاجات دي لها حلول دلوقتي في الانهانسمنت اللي تحت دي، هنعرف بقى حلول دي ايه. انا مش عايز الشبكه بتاعته تقف 50 ثانيه، هنعرف حلولها كمان شويه. تمام، طيب الحاجه الاخيره، النوع الاخير من انواع التغيير، انسيجنيفيكانت فولج تشينج، اللي هو تغيير او حصل تغيير في الشبكه بس تغيير غير مؤثر او غير ملحوظ في الشبكه بتاعتي، اللي هو زي التغيير اللي هنا بتاع اللي وصل بجهاز. تمام كده، تخيل كده لو البورت ده وصل بجهاز. تمام، اول ما الجهاز يعمل شوت داون يعتبر البورت ايه؟ اتقفل، صح كده. فالمفروض ده هيروح بعت تي سي ان هنا وتي سي ان هنا وتي سي ان هنا، يبعت يبلغ روب بريدج خد بالك انا عندي بورت اتقفل. بس هل انت اما الراجل ده اما صاحب الجهاز ده يفتح الجهاز بتاعه او يقفله، هل ده ياثر معاك في شبكه السويتشنج بتاعتك او الاس تي بي بتاعك؟ لا، مفيش الجوريثم دي هيتم ولا حاجه، هي نفس حاله البورت هتفضل زي ايه؟ زي ما هي. هو التغيير كله فين؟ هنا البورت بيتقفل او بيتفتح. تمام، فهل ده تغيير ياثر لي في شغل الاس تي بي؟ لا، فعشان كده بيسموه ايه؟ فانا برضه عايز امنع، مش كل ما بورت يجي يشتغل تروح بعت لي تي سي ان وتبلان الشبكه بتاعتي تقول له خد بالك في تغيير حصل، وفي الاخر يطلع التغيير لما اشغل اس تي بي من الاول يطلع نفس النتيجه، لان التغيير اللي حصل ده ما ايه؟ ما اثرش عندي. يبقى عندك كده كام نوع من انواع التغيير؟ ثلاثة، في دايركت وفي اندايركت وفي مين؟ ها؟ اللي هو الانسيجنفكت، اللي هو تغيير غير ايه؟ غير ملحوظ او غير مؤثر. فانا بيقول لك البي سي دلوقتي اتعمل اوف، فكده الانترفيس اتقفل. تمام، فراح ده راح بعت تي سي ان يبلغ روب بريدج، ده قال لي طب خلاص ماشي كله يا جماعه يعمل ايه؟ شورت الماكسيم ايدج اوت بتاعه، كله يفضل ماك ادرس تيبل بتاعه، كله يفضل ماك ادرس، ورجعوا يعملوا حساباتهم تاني من الاول وجديد. فبداوا ايه؟ يطلعوا نفس النتيجه اللي كانت ايه؟ موجوده اصلا، يعني نفس حاله البورت اللي كانت موجوده. يبقى تغيير الراجل ده كده ما كانش بيأثر فين؟ في الشبكه بتاعتي. طب احل بقى الكلام ده بتاع الفولج تشينج ده ازاي؟ ازاي بقى اقلل الوقت بتاع الكلام ده؟ ده اللي نعرفه فين؟ التحسينات بقى والتحديثات اللي حصلت في الاس تي بي عشان يتغلب لي على المشاكل دي. انهانس من عندك تحديثين. تمام كده، الفاست كونفرجنس
اللي هيحل لك مشاكل الدايركت بوتش تشينج ومن دايركت بوتش تشينج ومن سيجنيفيكانت تمام كده. والتحسين الثاني اللي هو بروتكت الاس تي بي تولج، ازاي تحمي الشبكه بتاعه الاس تي بي. يبقى الانهانسمنت عندنا بنتكلم عن نقطتين، ازاي اسرع اداء الاس تي بي وازاي احمي شبكه الاس تي بي بتاعتي. اول حاجه نسرع الاداء، اسرع اداء الاس تي بي ازاي؟ قال لك في ثلاث طرق، في عندك حاجه اسمها بورت فاست، في عندك حاجه اسمها ابلينك فاست، في عندك حاجه اسمها باك بون فاست. عندك ثلاث طرق موجودين، عندك حاجه اسمها بورت فاست وابلينك فاست وحاجه اسمها باك بون ايه فاست. طب تعال نشوف الثلاث حاجات دول عايزين يقولوا لنا ايه. اول واحد ده عرفناه قبل كده، مين البورت فاست ده؟ كان بيعمل ايه؟ ده يخلي البورت يشتغل على طول. البورت يشتغل على طول، صح البورت ده؟ تمام كده، اخش على الانترفيس ده اهو واخلي النوع بتاعه بورت فاست، فبمجرد ما اوصله ما اقعدش بقى يعمل لي بلوكينج وليسننج وليرننج فورورد، ده هو كان ديسيبل يبقى ايه؟ فورورد على طول. تمام. طب ودي فادتني في ايه؟ فادتك كمان في الانسيجنفكت توبولوجي تشينج، مش هو الراجل ده التغيير بتاعه غير ملحوظ؟ في اي بورت نوع بورت فاست تعمل له شوت داون او اشتغل ما بيأثرش على الشبكه بتاعتك، ما بتبعتش بي تي سي ان اصلا. يبقى خاصيه البورت فاست ادتني ميزتين، الميزه الاولانيه الجهاز ده هيشتغل بسرعه اول ما يشتغل، وهو ما بيشتغل او بيقفل ما بيبعتليش مين؟ بي تي سي ان، ما بيوقفليش او ما بيخليش الاس تي بي يعيد حساباته من الاول. تمام؟ تمام. يبقى اول حاجه البورت فاست اللي موجود عندنا هنا، البورت فاست، بورت فاست ميك بورت كونفرت تو فورورد ستيت دايركت، بيحول البورت بتاعي لحد الفورورد ايه مباشره. طب اتعمل له كونفيجر فين ده؟ كونفيجر ات بورت كونكت تو اند ديفايس، ده بتعمل له كونفيجريشن على البورت اللي واصله بالاند ديفايس. حد فاكر كلمه اند ديفايس دي يقصد بيها ايه؟ اي حاجه، اي حاجه متعلقه باليوزر بتاعك، باي حاجه اليوزر يحط ايده عليها، سواء بقى كان اي فون، سواء كان كمبيوتر، كان اللاب، كان اللابتوب، اي جهاز انت هتحط ايدك عليه بيسموه ايه؟ اند ديفايس. فالمفروض ده يتعمل له كونفيجر هنا، لكن ما ينفعش اعمل له كونفيجر على البورت ده. ليه؟ البورت ده واصل بايه؟ بسويتش. تمام. والبورت ده برضه واصل بسويتش، فلازم الاس تي بي يشتغل عليه، هتسرعه عليه، لازم يمشي الخطوات بتاعته، بلوكينج ليسننج ليرننج فورورد، لازم يمشي الخطوات اللي موجوده عنده. طب افعل الامر ده ازاي؟ لما بنيجي هنا في موديل الانترفيس، انترفيس، ونكتب اسم الانترفيس بتاعنا في 0 على 5 مثلا، كنا بنقول له حاجه اسمها سبانينج تري، سبانينج تري بورت فاست، سبانينج تري بورت فاست. اقول له كده الاوامر اللي موجوده على السلايد، غيروا الامر اللي على السلايد، شوفوا كده ايه الفرق بين كل امر وكده، هو مشروح الشرح بتاعه قدام، يعني امر كذا يقول لك ده بيعمل كذا، الامر الفلاني بيعمل كذا. اول واحد اللي هو سرع الدنيا، ثاني واحد اللي هو امر التفاعل، ثاني واحد بيسرع، ثاني واحد بيغيب، طب واللي بعده؟ ثالث واحد بيرجع له السويتش كله؟ لا، بتعمل كده السويتش بتاعك، بيرجع له اصلا بيحط بالكوتا، لا هتقرا الديسكربشن بيفعلوا على مين؟ عجيبه كده طويله كده موجود عنان ترنك، يعني بيفعلوا على جميع الاكسس، صح كده؟ مش البورت ده يبقى ترنك؟ صح، مش البورت لما بين سويتش وسويتش يبقى ترنك، لكن البورت اللي وصل الاجهزه تبقى ايه؟ اكسس. فبدل ما اقعد اخش على انترفيس واطبق عليه الامر ده، طب ما اقول له ما تطبقه انت على كل الاكسس وخلاص. تمام او اخش انترفيس رينج، يعني انترفيس سبانينج تري بورت فاست ايه ديفولت، يعني بقول له بعد اذنك اي بورت موجود عندك موجود في السويتش بتاعك بس نوع اكسس ما هوش ترنك، خلاص خلي بورت فاست. واخر امر الشو رانينج ده عشان يبين مين؟ الكونفجريشن بتاعك، عشان تشوف الكونفجر بتاعك او الانترفيس بتاعك شغال عليه البورت فاست ولا لا. تمام.
دي كده الاول واحد في التسريع بتاعنا، وفدنا في موضوع الانسيجنيفيكانت لان هنا تعال نكتبها برضو 1 نيبر سويتش دازن يبقى هنا بقول لك السويتش doesn't send TCN لأنه which change notification about port fast interface status، يعني حتى الانترفيس اللي بحده port fast عادي يتقفل يتفتح مفيش مشكله، مفيش حاجه اسمها TCN هتتبعت عنده، يعني لان دي يعتبر بالنسبه لي مش مؤثره، تمام، حاجه مش هتاثر لي في الشبكه، تمام. ده كده port fast. طب الابلينك فاست ده هيحدد لي الموضوع اللي هو بتاع الدايركت which change. تعال نشوف الابلينك فاست ده هيعمل ايه. خلاص انترفيو او في لما حد يحب يسالك ويعرف انت فاهم سويتش انت صح ولا لا، تبتدي يمسك الليست بدا يسالك فيه، لانه من اكتر الحاجات اللي فيها نظر او من اكتر الحاجات اللي فيها شرح، انت دايما لما يحب لما تحب تسال حد في حاجه تساله فين؟ الليست بي، لان هو ده يعتبر يعني ايه من الناس كلها معتمده اللي هو بيشتغل باي ديفولت على طول، فمحدش بيه بيهتم بيه. هو سهل بس في فيتشر كتير في خصائص كتير، خصوصا الليست بي بتاع ان بي. السيمي بتاع ان ايه كنا دوبك لو عرفت الالجوريثم يبقى ايه كويس قوي، لكن الحاجات التانيه ديت لا، التحسينات دي ما حدش بياخد باله منها غير واحد فاهم شويه او متخصص شويه. طيب تعال نرجع للموضوع بتاعنا ابلينك فاست. ابلينك فاست افتكر واحد بيقول لي اشتغلت في الانترفيو بتاعته بس قال له إيه تعرف ايه عن الاس تي بي؟ قال له ده بروتوكول بنستخدمه عشان نمنع اللوب. قال له طب كويس، راح مدخله الشغل بقى خلاص. بس كده والله العظيم ده كان السؤال بتاعه بس. يعني واحد تاني كان برضه كان نفس القصه برضه بيقول له انت ايه لو حصل لوب في الشبكه ايه اللي يمنعها؟ قال له في بروتوكول اسمه اس تي بي بيمنعها. والانترفيو خلصت على كده. بس اللي هو يعني كلمه ورد غطاها خلاص يعني. ابلينك فاست حتى انا برضو مكان لما بيجي لنا تفتيش من اسكندريه او من القاهره اللي هو يجي مراقبه علينا وكده كان بيشوفك انت بتشرح ازاي وبتتكلم ازاي وكلام من ده، فكان بيقول لي اشرح حاجه، قلت له حدد انت حاجه شوف انت عايز اشرح ايه قول لي حاجه وانا اشرحها كده. فبيقول لي طب الاس تي بي، انا بصيت قلت له اشمعنى يعني الاس تي بي؟ انت جاي على اصعب حاجه وتقول لي اشمعنى الاس تي بي؟ لا اصل ما حدش هيبقى فاهم، يعني اللي فاهم الاس تي بي خلاص كل الحاجه الثانيه بالنسبه له سهله، لان انت فاهم ده يبقى ده كله بالنسبه لك ايه؟ اي كلام. طيب حظه حلو ان انا كان يومها عندي كنت محضر الاس تي بي عشان كنت هشرحه اصلا. كنت هشرح الاس تي بي النهارده في يومها كان حظ حلو يعني. طيب ابلينك فاست، ابلينك فاست ببساطه يا شباب ده هنا ماشي، نمسح البتاع اللي احنا عملناها في النص دي. قلنا دايركت بولج تشينج يبقى الكابل ده ايه؟ ده اللي هيتقطع، فمين اللي هيحس بيه؟ ده وده على طول، تمام كده؟ فكان بقى الراجل ده هيبعت تي سي ان، يبعت يبلغ ده يا جماعه فضوا الماك ادريس تيبل بتاعكم، وبعد كده نرجع نشغل اس تي بي، فكان الراجل ده يبقى بلوكينج، وبعد كده مين؟ ليسننج، وبعد كده تحول للليرن، وبعد كده في الاخر خالص تحول لمين؟ فور. بس بقى قعد ما قعد 15 هنا و15 هنا، ده غير ال 15 بتوع مين؟ الاس تي بي نفسه بتوع الديلي بتوع الماك ادريس تيبل بتاعه. فكان الوقت ايه؟ هيطول معانا. طب بصوا بقى هنا بقى في الابلينك فاست دي رفعناه، بقول للسويتش ده اول ما اللينكه الرئيسيه اللي واصله بيك بالروت بريدج بتاعك تتقطع، الانترفيس ده يتحول على طول من حاله البلوك لحاله مين؟ وفرت انا مين؟ 30 ثانيه لو صح كده؟ مفيش بقى لا ليسننج ولا ليرننج بقى خلاص، انجز على طول من بلوك لمين؟ ده الكلام ده لو انا فعلت حسيت مين؟ يبقى دي حلت لي موضوع الدايركت بولج تشينج. طب تعالى نكتبها ابلينك فاست كونفيرت بلوكينج بورت تو فورورد ستيت دايركت بيحول
حاله البلوكنج بورت بتاعك بتحول لحاله الفورورد ايه؟ مباشره. طب بتفعل على ايه ده؟ او افعله ازاي؟ باجي على السويتش بتاع في ميدل كونفجريشن بكتب حاجه اسمها سبانينج تري. سبانينج تري اب لينك فاست. سبانينج تري اب لينك فاست. طبعا لو تلاحظوا ما بتفعلش على مود انترفيس، ده بتفعل على مود ايه؟ كونفجر. ليه؟ لان ما اعرفش ان الانترفيس هيتقفل، هو ده اللي هيتقفل ولا ده اللي هيتقفل، انا مش عارف. هو انا بفعل على السويتشات كلها الاكسس وعلى حسب بقى اللي هيتقفل فيه. ده كده خاصيه الاب لينك فاست. تمام. خلاص ماشي. الخاصيه اللي بعد كده جاد مون فاست. هذا بيستخدم يوزد ان اندايركت توبولوجي تشينج. ده المره دي بقى في الاندايركت بقى مش في الدايركت ولج تشينج، المره دي في الاندايركت ولج تشينج. طيب تعال نشوفها بطريقه ثانيه. دلوقتي لو الكابل اللي اتقطع بدل ما يكون اللي اتقطع اللي هناك ده تمام كده، ده اللي اتقطع اللي هنا طبعا ده هيحس بيه ده وده، لكن ده هل هيحس بيه؟ لا. طب بص كده الطبيعي اللي كان هيتم ايه؟ الراجل ده اول ما تتقطع عنده الرساله ديت فعايز يبعت الروك بريدج من هنا، فعايز يبعت البي بي دي يو من هنا. بس الراجل ده اول ما يستقبل البي بي دي يو يا عم انت مش بتاعك، ده دي البي بي دي يو بتاعتك انت، انا مستني البي بي دي يو بتاعت مين؟ الديستريبيوشن سويتش. هو مش هيصدق تمام كده. الراجل ده بيقول انا روك بريدج دلوقتي عايز اوصل من هنا، انت ايه اللي جايبك من هنا اصلا؟ ما انت عندك طريقه ثانيه المفروض ايه؟ تطلع منه تمام كده. فالراجل ده مش هيفضل مصدقه، بس مش هيفضل مصدقه لمده كام ثانيه؟ 20. مش هو ده بيستنى برضه 20 ثانيه تمام كده. فهنا الراجل ده بعت ثانيتين ما وصلش، ثانيتين يوصل ل 20 ثانيه ما وصلش هنا، ففضلش مصدق لمده 20 ثانيه. وبعد ما 20 ثانيه يخلصوا يبتدي بقى يعمل ايه؟ بلوك. وبعد كده يعمل بلوك يعمل ايه؟ الليسن، وبعد كده الليرن، وبعد كده مين؟ الفورورد. ف 30 15 و15 وال 20 تمام. ده في الاندايركت ووتش تشينج بس من الاتجاه ده بدل ما كنا رسمناها هناك تمام. طيب عايز اصلح الموضوع ده، هل افعل مين بقى؟ باك بون فاست. بص الباك بون فاست هيعمل ايه؟ اول ما الراجل ده اتقطع وده بعت بي بي دي يو، بس مش دي البي بي دي يو اللي انا متوقعه، انا متوقع البي بي دي يو بتاعت الديستريبيوشن مش بتاعت الاكسس تمام كده. ساعتها بص ده الراجل ده هيعمل ايه؟ هيروح بعت رساله كده حاجه اسمها روت لينك كويري. بعت رساله اسمها ار ال كيو تمام كده، روت لينك كويري تمام كده. يبعت يقول له هو فعلا الراجل ده دلوقتي بيقول لي اللي هو عايز يمشي بالخلالي او بيقول له اللي هو روت بريدج دلوقتي، هل الكلام ده صح؟ خليه هو روت بريدج ولا انت موجود؟ كويري يعني ايه؟ استعلام تمام كده، بيستعلم هو اللينكه بتاعت الروت بريدج دي موجوده لسه ولا لا؟ فالراجل ده هيرد عليه يقول له روت لينك ريبلاي تمام كده، الريبلاي بتاعه يقول له لا انا موجود ليا طريق من الانترفيس ده. ساعتها ده على طول يحول البورت بتاعه من البلوكينج لمين؟ الفورورد تمام كده. يبقى انا كده وفرت مين؟ ال 20 ثانيه بتوع الماكسيم ايدج اوت. مش كان المفروض ده كل ما يجي يبعت بي بي دي انا بعمل له دروب صح؟ ليه؟ لان بقى انا مستني البي بي دي بتاعت ده، بس انا بقعد مستنيه لمده كام ثانيه؟ 20 ثانيه يعني. خد بالك مش هيحول على طول، ده هو هيعمل بلوكينج ليسننج ليرننج في الوقت، هيمشي في الطريق العادي ما يحولش مره واحده. فكده هو وفر بس 20، فكده هقعد كام ثانيه؟ 30 بدل ما كنت بقعد كام؟ 50. يعني كده وفرت بس ال 20 ثانيه بتوع الماكسيم ايدج. بس ده في حاله مين؟ يبقى الثلاثه تشينج اللي احنا خدناهم اللي هو سواء بتاع الدايركت او الاندايركت او الانسيجنفيكانت، كل واحده وليها ايه؟ الحل بتاعها تمام كده. بتاع الانسيجنفيكانت كان مين؟ بورت فاست. بتاع الدايركت الاب لينك، بتاع الاندايركت مين؟ هو يفضل اول ما تمسك السويتشات بتاعتك روح كاتب عليها الامر بتاع ده وبتاع ده وبتاع ده. طب خدنا الاثنين دول بتاع الباك بون فاست ايه؟
شبه زمايله سبانينج تري مين؟ يعني بدل سبانينج تري بورت فاست او سبانينج تري او منك فاست بقى سبانينج تري ايه؟ ده كده في بولج تشينج ونص الانهانسمنت اللي ايه؟ اللي موجود عندي. طبعا اخر جزئيه في الاس تي بي البروتكت بتاعه كان قبل كده البروتكت ده قبل كده صح سيرش عليكم اللي هو ليير 3 اسر تشانل اللي خلاص عمرو جابها وكان في جزء كده في الكتاب انا اقراه حد يقراه؟ صح؟ يا ايه ده انا مفكركم بقى على الجروب قلت لكم في حاجه في الكتاب هتقروه يعني هو الجو ده كان محتاج مذاكره ما انت قاعد في البيت هتعمل ايه؟ انت لازم تفتح اللاب بتوعك ما انت قاعد في البيت هتعمل ايه يعني؟ يفتح موبايل يعني انا ما ذاكرتش دلوقتي هتذاكر امتى؟ بعد ساعه وبعدين بيقول لك اللي هو اللي يستنى لغايه ما الظروف تبقى مواتيه هيستنى كتير قوي. يعني اللي بيقعد يقول استنى بس اشرب بس كوبايه شاي ده مثلا طب اعمل بس بتاع الجو بس يتحسن وانا اقوم اذاكر على طول. طب بس الرئيس ده هو مرسي يرجع بس وانا ايه ابقى كويس على طول. اللي هو ايه كل اللي مستني حاجه تتغير عشان يبقى كويس هيفضل ايه؟ شماعه يفضل ايوه بالظبط اللي هو ما تخليش في شماعه ترمى عليه هو انت في الجو ده امشي عليه. طيب ده كيف انت مع طيب هنا ريسيف ان اكسبكتد بي بي دي يو ولوس اكسبكتد بي بي دي يو تحس ان هو كلام حلو كده ريسيف ان اكسبكتد بي دي يو يعني ايه؟ اكسبكت يعني ايه؟ ودي عكسه اكسبكت يعني اكسبكت يقول لك انت تتوقع ايه اكسبكت ايه؟ توقع مستقبلك عامل ازاي؟ فاهم كده؟ اكسبكت متوقع ان اكسبكت يبقى ايه؟ حاجه غير متوقعه لو انا استقبلت بي بي دي يو غير متوقع يعني ايه بي بي دي يو غير متوقع؟ لو رسمه زي دي كده وهنا ده في يوزر هل البورت ده انا متوقع حد يبعت لي منه بي بي دي يو؟ حد هيبعت بي بي دي يو منه ليه؟ هو ده سويتش ده اجهزه صح كده؟ فكنا بنقفلها بحاجتين حد فاكر؟ نهار ابيض يا جدعان ما خدناهوش ايه؟ خدناها ايجار الراجل الطيب والراجل الشرير اه ما خدناش ايه؟ عشان كنا واخدينها في اس تي بي يعني كده دي بقى جت علينا بقى تاسك بس شرح اه شرح طيب بي بي ديو جارد ورود جارد تمام طيب كده ده ان اكسبكت بي انا مش متوقع بي بي ديو من الناحيه دي تمام طيب كده فكنت بفعل يا اما فعل بي بي ديو جارد او فعل مين؟ واحد رود جارد مين اللي بيعمل بقى ايه ومين اللي بيعمل ايه؟ جارد توصل سويتشات بس لو وصلت جهاز ما يشتغلش حاجه ليه؟ لا بي بي ديو جارد لما تيجي توصل سويتشات لو جيت توصل جهاز عند مكان البورت ما اشتغلش العكس بقى العكس هو هنا لو ده جهاز طول ما هو جهاز انا شغال طيب اول ما الراجل ده يشيل الجهاز ويحط سويتش ايه ما يشتغلش البورت ما يشتغلش تمام صح كده؟ طيب البورت ما يشتغلش طب الراجل ده لو شال السويتش وحط الجهاز تاني يشتغل ولا ما يشتغلش؟ ده على حسب بقى لو بي بي دي يو جارد مش هيشتغل تمام لو روت جارد يشتغل يشتغل تاني تمام كده يعني هنا روت جارد بيقفل بس طول ما الراجل ده عمال يبعت بي بي دي يو طب وقف خلاص ما عادش بيبعت ها يشغله مره ثانيه لكن بي بي دي يو جارد ها ده بقى بي بي ديو ايه في اللي عمل البورت ده تسيبه للبورت وقف واضح الفرق بين الاثنين يبقى هنا الروت جارد هنا الانترفيس ده انا مش متوقع يجي بي بي ديو من الانترفيس اللي هنا ده تمام كده فدخل على الانترفيس ده وراح كاتب له ايه سبانينج تري جارد روت يبقى كده فعل الايه الروت جارد بس على الانترفيس ده هو بس تمام كده وممكن على فكره كمان افعله هنا وافعله هنا لان انا مش متوقع البي بي ديو تجيلي من هنا لان انا روت بريدج فانا اللي ببعت صح كده ما انا اللي ببعت البي بي ديو تمام فممكن افعله على البورت ده وعلى البورت ده وممكن برضه افعله على البورت بتاعت الاجهزه طيب ايه تاني؟ ده البي بي ديو ده الامر اهو خلاص كتبته سبانينج تري جارد روت
العشاء. الصلاة كلها على بعض. ما كنا نعمل ايه مكانه على 50 صلاة؟ كنت اشترح. ده الشرح بتاع الجارد رود. التاني بقى البيبي ديو جارد. تمام كده البيبي ديو جارد جلوبال انيبل عرف فعله على جميع الانترفيس اللي نوعها ايه؟ بورت فاس. قال له سبانينج تري بورت فاس بيبي ديو جارد ديفولت. يعني اي انترفيس نوعه بورت فاس تعمله ايه؟ باي ديفولت بيبي ديو جارد. بس الفرق ما بين ده والتاني ده لو استقبل بيبي ديو البورت هيتقفل ويفضل ايه؟ يفضل مقفول. لغايه ما انا اخش اعمل له شوت داون ومشت داون. تمام صح. بكون بعمل الكونفيجن جوه الانترفيس. ما دي مش جوه الانترفيس دي على مين؟ دي على مود الكونفيجن. لو على جوه دي كانت على مود الانترفيس. لو عايز تعملها على مود الانترفيس هيبقى سبانينج تري بس مش جارد رود بقى. جارد بيبي ديو جارد سبانينج تري اللي هو ده سبانينج تري بيبي ديو جارد انيبل. يعني انا هجيبها لك عشان تبقى اهي. لو هتعملها على الانترفيس سبانينج تري بيبي ديو جارد انيبل ده لو هتطبق على مين؟ لكن ده بتطبق على جميع في مود الكونفيجريشن هتطبق على جميع البورت اللي نوعها ايه؟ بورت فاست. فعندك الامرين. ما هو نفس الامر. ما هو ده الامر اللي ورا. ما هو ده نفس الامر ده بس اللي ورا فيها الرسمه دي فيها الشرح بتاعها. ملخص بقى سريع. هنا البيبي ديو جارد اول ما بيستقبل البيبي ديو جارد اول ما بيستقبل البيبي ديو بيحط البورت في حاجه اسمها ايرور ديسيبل بيقفل البورت بتاعه. فده ما ينفعش يشتغل غير لما تقفله وتفتحه تاني. لكن الروت جارد بيحطه في حاجه اسمها ايه؟ ها انكونس اللي هي حاله غير مستقر. يعني مجرد ما انت توقف انا هشغله لك تاني. يعني ده الفرق ما بين الاثنين. يرضي وفاين دي برضه ان انا يعني ما اخليش خلي مثلا البورت ده يكون مثلا الاجهزه بس اللي هو بس ضغط عشان ما حدش يوصل للسويتش عشان ما حدش يوصل السويتش تاني. والبورت جار عشان لو حصل كده ممكن اضمن برضه اللي هو ما حدش يشوف بريتش تاني غير ده. هو ده الوحيد اللي بيلعب بالفيديو ما حدش غيره بيلعب. الاثنين حمايه ليك الاثنين يحموا لك الاس تي بي بتاعك. ها الفيديو فلتر بيعمل ايه؟ اللي في مجموعه من البورت فاس ديت اللي هي مش مالهاش لازمه بقى في الخلل الفيديو. يعني هنا زي ما هنا ما ينفعش هم يبعتوا له فيديو انا برضه مالهاش لازمه ان انا ايه؟ هو انت بتبعت بالفيديو من هنا ليه؟ هو هنا ده سويتش انت بتبعت بالفيديو منين؟ ده وده البورتات الترانك اللي عندك انت بتبعت الاكسس تعمل لهم بفيديو بتبعت لهم بفيديو ليه؟ هو الراجل ده هيفهم حاجه؟ لما ملوش دعوه بالفيديو ده فيستحسن انت تعمل لهم بفيديو ايه؟ فلتر. تمام كده اعملها ازاي ديت؟ ممكن افعلها على جميع البورت فاست وده يفضل سبانينج تري بورت فاست بفيديو فلتر ديفولت. يعني ايه؟ اي بورت فاست انا عامله تمام باي ديفولت خليه ايه؟ فلتر. تمام يعني ما تبعتش من عليه. تمام لا اما لو عايز تفعلها انت بقى على كل انترفيس براحتك بقى سبانينج تري بفيديو فلتر ايه؟ الايه؟ لا بيبي ديو جار يحميني اللي محدش يبعت لي بيبي ديو. الراجل ده لو بعت بفيديو انا هقفل له البورت. تمام طب ما انا ببعت بفيديو انا كمان اول ما بشغل السويتش ببعت فيديو لكل الانترفيس اللي عندي. قال لك طب تبعت ده ليه؟ تمام هل ليها لازمه ايه السويتش نفسه يبعت بفيديو؟ ها لا. يبقى هنا البيفيديو جارد والروت جارد يحموك لو حد بعت لك بفيديو هيمنعوه عنك. تمام هيحموك منك. طب هم برضو ما احمي نفسك يعني احميهم هم كمان منك. انت هتبعت لهم بفيديو وما بيستفادوش منها في حاجه. تمام كده فبتستخدم البيفيديو فلتر. تمام ده كده اللي هو ريسيف ان اكسبكتد بي بي ديو. طيب لوس اكسبكتد بي بي ديو بقى لو انت فقدت بي بي ديو انت متوقعها. يعني انت كنت مستني بي بي ديو من هنا المفروض الانترفيس ده كل شويه الروت بريدج يبعت لي بي بي ديو بيبعت لي رساله الهلو. فقدت انت رساله الهلو دي تعمل ايه؟ قال لك في طريقتين برضو حاجه اسمها يو دي ال دي وحاجه اسمها لوب جار. بس الاثنين دول يوزد ان اوبتيكال فايبر. يعني الاثنين دول مش هيحصلوا غير لو انت كنت شغال كبات ايه؟ اوبتيكال فايبر.
طب احنا شغالين اوبتيكال فايبر؟ لا لا انا عارفه المحاضره دي. لا انا هاخدهم بس هاخدهم المحاضره دي. يو دي ال دي ولوب جارد. مجال الاوبتيكال فايبر ده شغال هنا في مصر. نعم؟ مجال الاوبتيكال فايبر في شركات شغاله في مصر. ما اظنش في النتورك يعني بيستخدموا في الاتصالات اللي هو ربط السنترالات ببعض وكلام من ده هم اللي شغالين كده الاي اس بي ببعضها يعني لكن في النتورك بتاعتنا اللي هي العاديه وربط فروع ببعض واوبتيكال فايبر تالي لسه ما وصلناش لكده يعني.